الحقيقة هذا الذكر هو من أفضل الأذكار التي نحتاج إليها في زماننا وفي أوقاتنا، لأننا كثيرا ما نمر بكثير من المشكلات، من الأرق، من المرض، من التعب، من تعب الأبناء، من تعب الآباء، من كذا. يعني أحيانا يتعرض الإنسان إلى مشاكل كثيرة في حياته، فيحتاج أن يتمسك بهذا الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنا جالسين في الصحراء، كانوا يجلسون في الصحراء في معنى الحديث، وبعدين فكانوا يرفعون أيديهم فيدعون الله سبحانه وتعالى، وعمالين بقى يعني في لحظة كرب: يا رب يا رب، وهكذا يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أربعوا على أنفسكم، أنتم بالراحة، لكم لا تدعون أصما وإنما تدعون سميعا بصيرا، يعني ربنا سميع وبصير، فأدعوا يعني بالراحة وبسركم وكده وبتاع. بيقول: فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جالسا إلى ناحية، قاعد في لوحده حتة كده، قاعد طبعا وسط كرب كده شديد، فقاعد عمال يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فاقترب مني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ قلت: يا رسول الله، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، أي قل لي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فكأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، إذ المعنى هو كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب من عباده إن هم يبقوا مفتقرين إليه، محتاجين إليه. الله يحب هذا، الله يحب من العبد أن يكون مفتقرا إليه، لا يفكر في أحد إلا في الله سبحانه وتعالى، ولا يفتقر إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفتقر لأحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله هي مكان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهي علامة الافتقار إلى الله. تقول: يا رب أنا ما عنديش قوة إلا قوتك، ولا لي حول ولا لي تصرف. هي دي ليها علاقة بأخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. نعم. دي نفس المعنى؟ نفس المعنى، لأن أنت عندك حول وقوة، أنت عندك قوة تعمل حاجة، تزيل حاجة، تقلع ساعة، تلبس ساعة، تعمل، دي اسمها قوة واسمها حول. لكن أنت يعني إيه حول؟ حول يعني اللي هو حال، يعني اللي هو التحكم في حال الإنسان. يعني هو حول بمعنى التحكم، بمعنى التحكم، يعني إن الإنسان يتحكم في حاله، فممكن يبسط نفسه ويزم كذا، أو يحط نفسه في موقف وهكذا. فهنا بقول لك ممكن إنسان يخلع ساعته، لكن ممكن يجي أمر من الله سبحانه وتعالى للإنسان إنه ما يقدرش يخلع ساعته بنفسه، ما يقدرش خلاص فجأة كده يوقف إيده. لو ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا 360 مفصل، لو إن ربنا سبحانه وتعالى قال لمفصل واحد من المفاصل، وليكن مفصل القوع ده، قال له أقف خلاص، ما خلاص، وراح بقى الإنسان عامل كده، ما يقدرش لا يعرف يأكل ولا يعرف يشرب ولا يعرف يحرك نفسه طبعا كده. كلها أوامر من الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الذرات التي تتحرك في جسد الإنسان هي بحول الله، بقوة الله، لا بقوة العبد ولا بحوله، لأن ربنا إدى أمر إن دي تتوقف هتتوقف. فعشان كده بنقول: يا رب إحنا حولنا وقوتنا ضعيف، يعني ضعيفة اللي أنت أعطت، يعني اللي أنت وهبتنا إياها إن نتحرك فيها، إحنا ضعف، لكن خلينا في حولك أنت، وخلينا في قوتك أنت، وفي عزك أنت، فده يكون الأفضل. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة.